الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. بعد دعوات الفيدرالية التي راجت مع المراحل الأولى من ثورة فبراير، وبعد الصراعات والانقسامات السياسية التي دخلت فيها البلاد، هل باتت وحدة ليبيا الوطنية في خطر؟ هل هناك أطراف ليبية لها مصالح في تقسيم البلاد؟ أم أن التقسيم هي ورقة ضغط تستخدم من أجل تحقيق مكاسب سياسية؟ وحدة ليبيا الوطنية بين الصراعات السياسية والمطامع الدولية هو موضوع حلقتنا هذا اليوم من حوار المساء. في هذه الحلقة نستضيف فيها الدكتور عبد الحميد النعمي الناشط والأستاذ في العلوم السياسية. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. بداية أيها الأخوة المشاهدون، نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود لمواصلة مناقشة هذا الموضوع. كان من أبرز الشعارات التي رفعت عند انطلاق ثورة فبراير شعارات الوحدة الوطنية ونبذ القبلية والجهوية التي راهن عليها القذافي في تثبيت حكمه طيلة سنواته التي جاوزت 40. وعلى نقيض ما رفع من شعارات، يرى مراقبون أن العوامل القبلية والمناطقية بالذات كانت من أهم أسلحة الثورة المضادة التي رفعت في وجه استقرار البلاد وتحولها من حالة الثورة إلى الدولة. ويرى نشطاء أن بداية النعرة الانفصالية في ليبيا كانت عند ظهور المشروع الفيدرالي في شرق البلاد، الذي جاء حسب رأي مسوقيه لمواجهة التهميش والقضاء على المركزية. ولقيت هذه الدعوات دعما من جهات إعلامية وشخصيات نخبوية، واستخدم الفيدراليون كل ما وصلت إليه أيديهم لدعم مشروعهم، فأغلقوا موانئ النفط وأطلقوا قنوات فضائية وصفحات اجتماعية وأجساما سياسية. ويرى بعض النشطاء أن دعوات الانقسام لم تقتصر على دعاة الفيدرالية وحدهم، فقد لوح بعض السياسيين بإمكانية التقسيم واستخدموها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية. وظهرت أنباء أن بعض التدخلات الخارجية من جهات دولية وإقليمية كان لها مصالح هي الأخرى في السير بالبلاد نحو التقسيم. أما القانونيين فيرون أن تقسيم أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على أقاليم ليبيا الثلاث كان نتاجا لهذا الزخم الذي بدأه دعاة الفيدرالية، خصوصا بعد ظهور بعض مخرجات الهيئة التي رأى خبراء أنها تفوح منها رائحة الفيدرالية. وفي ظل هذه الصراعات السياسية والعسكرية والانقسامات الحاصلة في مؤسسات الدولة الرئيسية بين شرق البلاد وغربها، هل لا زالت وحدة ليبيا الوطنية اليوم على ما يرام؟ أم أنها تبدو مهددة أكثر من أي وقت مضى؟ مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. نجدد الترحيب بك دكتور عبد الحميد النعمي. في هذه خضم هذه الأحداث التي تمر بها ليبيا، حقيقة هناك يعني انشقاقات وانقسام سياسي حاد. في وسط هذا الانقسام تظهر مثل هذه الدعوات للكراهية ولنبذ الآخر، وقد أيضا تصريح حتى بالتقسيم. هل بداية، هل وحدة ليبيا الوطنية أصبحت في خطر؟ فعلا يعني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني فعلا هذه الأيام وحدة البلاد أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى. لماذا؟ لأن بالإضافة إلى هذه الدعاوي اللي يعني هي غير متماسكة وغير مترابطة، يعني البعض يتكلم على الفيدرالية كحل إداري وكإجراءات إدارية للحد من التهميش وتوزيع الاختصاصات وتوزيع الثروة على المناطق وإتاحة المجال لمشاركة سكان الأقاليم في إدارة شؤون الدولة. هذا أمر إداري، هذه قضية إدارية. لكن طبعا بعض الأطراف يحاولوا يستغلوا هذا التهميش اللي طبعا كان موجود بالفعل في النظام السابق، ولا تعاني منه مثلا بنغازي والمنطقة الشرقية فقط، بل تعاني منه حتى طرابلس حتى العاصمة.
يعني داخل العاصمة في قلب العاصمة تلقى أحياء بدون رصيف، بدون طرق ممهدة، بدون مرافق صحية، بدون إلى آخره. إذا التهميش هذا موجود في كل المدن الليبية، هذه كانت سياسة مقصودة من النظام، يعني ما كانش يفتح مجال للتنمية والنهضة والرقي وتحسين مستوى الرفاهية عند الأفراد لفلسفة معينة كان يتبعها النظام. إذا التهميش كان موجود، والتهميش علاجه من خلال إجراءات إدارية. لكن الفيدرالية مفهوم سياسي، يعني عملية سياسية تتعلق بتوزيع السلطة، توزيع السلطة داخل الدولة. الأقاليم الفيدرالية ظل عندها دستور خاص بها، وعندها جيش خاص بها، وعندها علم خاص بها، ونشيد خاص بها، يعني وأحيانا حتى سلطة تشريعية ومجلس شيوخ خاص بها، يعني عندها معالم السلطة متكاملة، ما عدا مثلا بعض الاختصاصات في السياسة الخارجية أو الدفاع أو إلى آخره. وأحيانا تكون هي خطوة من تراعي، يعني تكون عدة بلدان وعدة أقاليم أصلا منفصلة ممكن تجتمع في فيدرالية، بهذا هو صحيح. المتاح عندها، ولكن هذا كله لا إشكال فيه من ناحية الإدارية ومن ناحية علاج بعض المشاكل وكذا، لكن أن تصبح هناك نبرة عصبية جاهلية ونوع من الكراهية ونوع، لأن رأينا مظاهرة خرجت في مثلا منطقة بنغازي، والحقيقة أن هي تشمئز منها حتى تكرار بعض الألفاظ التي قيلت. طبعا هذه الحالة، هذه الحالة يتم استغلالها من أطراف مختلفة، من أطراف محلية وأطراف دولية. أطراف محلية طبعا ربما تهدف إلى التقسيم، يعني الآن مثلا الحديث عن الجانب الإداري وتحديث عن التهميش وتحديث عن المخصصات وعن المشاركة السياسية، يعني أصبح يعني تراجع إلى المرحلة الثانية. الآن الكثير يتكلموا على الانفصال ويتكلموا على التقسيم لأهداف معينة، وغداتها بالدرجة الأولى أطراف إقليمية. أطراف إقليمية ودولية، لأن تقسيم البلاد يمكن أن يتيح لها مجال أكثر للسيطرة على موارد البلاد واستغلال الثروة المعدنية والنفطية. إذن هو في نظرك أن هذه الدعوات التي اتخذت غطاء الفيدرالية كمطلب ومحصلته المطالبة بالانفصال، الآن هناك تصريحات أصلا حتى من بعض مجلس النواب ومن بعض أعضاء هيئة الستين يردد مثل هذه العبارات، ترى أن هذا في هناك دعم إقليمي دولي يصب في هذا الاتجاه. الدافع الرئيسي لهذا الأمر هو مطامح وأطماع إقليمية. إقليمية ودولية. والآن كما أشرت حضرتك أن يتم توظيف البرلمان. يتم توظيفه ويتم توظيف العملية السياسية اللي توحنا الآن بصددها، يعني اتفاق سياسي، مجلس سياسة، مجلس نواب، اعتماد دستور إلى آخره، يتم توظيف هذه العملية لكي تصب في اتجاه مزيد من التقسيم. ولاحظنا حتى باتت الأمم المتحدة نفسها، حتى كوبلر نفسه ما هواش واضح في الدعاوي متاعها. المدة الماضية لما جت الحكومة لطرابلس أو جاء مجلس الرئاسة تفاجئوا كيف الاستقبال السلمي، وكيف أنما ما صارش توتر وما انفجرش الوضع الأمني في طرابلس كما كان متوقع. المفاجأة هذه خلتهم يبحثوا عن حل آخر لوضع العصيف العجلة ولخلق خط دفاع آخر. لأن دخول الحكومة بالطريقة هذه خلق فرصة أن ممكن يكون فيه يعني فرصة للانتقال السلمي للسلطة، بالرغم من كل المآخذ اللي قلناه وبالرغم من عملية لو تجاوزنا كل مآخذ تجاوزنا كل شيء، ولكن هناك وراء الأكمتة بالضبط. لما تحط نفسك أنت مكان مثلا كوبلر وبعد الأمم المتحدة تشوف الناس هذول ممكن ينظموا أرواحهم يستغلوا الموضوع. إذا لازم ندير لهم مطبات في مرحلة أخرى. صحيح. الآن بدأ على طول سارع، قال في الأول هوني قال يقول أن مجلس النواب اعتمد الحكومة، لأن التصويت 100 و101 يعتبر مؤشر
على رأي الأغلبية. نعم. وطلع الكلام هذا حتى في قرار مجلس الأمن. نعم. لكن بعدها بعد ما جت الحكومة ولوا في كلامهم، قالوا لا، الهيئة الوحيدة المختصة باعتماد الحكومة هو البرلمان. وبدوا يصعبوا في المسألة الثانية، لا لازم يديروا الاعتماد الدستوري قبل ما يصوتوا، لأن عارفين الاعتماد الدستوري أصعب. نعم. إذا بدوا يحطوا في العصيف العجلة باش يتفجر الوضع. نعم. مرة ثانية. هذا هو المقصود. لعلي نشارك أيضا معنا الأستاذ موسى تيهوساي، ناشط سياسي من أوباري. مرحبا أستاذ موسى. مرحبتين، وسهلا. السلام عليكم. أستاذ موسى، الآن في ظل الكلام على بعض الدعوات لترسيخ أو الانفصال ويعني والتشكيك في الوحدة الوطنية، مثل هذه المظاهرات التي تخرج هنا هناك، حتى تصريحات بعض المسؤولين، هذه من في الحقيقة هو يأتي أكثر من الجهة الشرقية، وأنتم الآن في الجنوب، ما هو نظرتكم مثل هذه الدعاوى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لك أخي الكريم ولضيوفك التناصح الموقرة. نعم، مش أن هذه التصريحات وهذه المظاهرات التي تظهر من حين لآخر وخاصة في المنطقة الشرقية، هذه وراها يعني جهات أنها تدفع بمشروع تقسيم ليبيا وبمشروع الحقيقة الذي يعني ما أتت به ثورة 27 فبراير. وفي الجنوب الليبي يعني هناك تماسك في أطياف، وهناك يعني قاسم مشترك في عند يعني كافة المنطقة الجنوبية، وهو التمسك بالوحدة الوطنية والتمسك ب ثوابت ثورة 27 فبراير، وأيضا قطع الطريق أمام كل الأصوات التي يعني ترتفع، نراها الآن ترتفع وتدعو إلى تقسيم البلاد وإلى يعني حتى العودة إلى النظام السابق. ولا شك أن هذه الدعوات كما قلنا هناك جهات عديدة سواء كانت داخلية أو حتى خارجية تدفع وراء تمرير هذا المشروع، ولعل أبرزهم يعني ما يسمى بعملية الكرامة، وأيضا دخول يعني الطيب الصافي بالأمس إلى المنطقة الشرقية، وهناك يعني شاهدنا استقبال يعني حاشد من للأسف الشديد بعض الناس الذين كانوا في صف الثورة وكانوا يعني ولديهم للأسف الشديد ضحايا، ماتوا من أجل هذه الثورة المباركة، وماتوا من أجل يعني تحقيق العدل وعدم العودة إلى عهود الظلم وعهود الحكم للفرد الواحد. للأسف الشديد هذه يعني الإدعاءات وهذه الأصوات الآن على الشعب الليبي وعلى كل ليبي حر أن يقطع الطريق أمامها وأن يعرف أن هذه الأصوات ما هي إلا يعني أصوات تدعو إلى يعني الرجوع بالبلاد إلى العهد السابق وإلى الصوت الواحد والشخص الواحد. أستاذ موسى، طيب الآن بالنسبة للجنوب، الآن مسألة دعاوى التهميش الحقيقة كانت ذريعة من قبل، ولكن الآن بدأت هناك دعوات تأخذ في وجه آخر، هل هناك يعني دعاوى في الجنوب وهو أيضا يتكون من عدة قبائل، في تبو، في طوارق، في عرب، في يعني مكونات كثيرة، فهل هناك دعوات مثل هذه في الجنوب؟ إلى حد الآن ليس هناك أي، لم تلاحظ أي دعوات وفي مظاهرات تدعو إلى حتى يعني العودة إلى المسجد وهذه الأصوات التي ارتفعت مؤخرا في نتيجة للخلط الموجود، الخلط السياسي الموجود في على مستوى الدولة، لكن لم نرى ولا نلاحظ أي يعني مظاهرات وأي أصوات وكان من شخصيات سياسية أو يعني ثقافية في المنطقة. ولعل المنطقة الجنوبية أصلا هي منطقة بعيدة عن الخبرنا السياسي المعاش في البلد، وأيضا تنأى بنفسها عن كثيرا من التجاوزات السياسية في البلاد، ولعل هذا ما ساهم في يعني عدم ظهور أي أصوات في المنطقة الجنوبية. نعم، المنطقة الجنوبية من ناحية التهميش سواء كان في يعني للأسف الشديد في نظام السابق وأيضا بعد الثورة عانت التهميش وعانت عدم الدفاع من والنظرة
يعني السلطات في المتعاقبه في البلاد سواء كان قبل الثوره او بعدها. للاسف الشديد هذه هي التي يعني دعت شريحه كبيره من يعني سكان الجنوب الليبي الى النأي عن بانفسهم عن الجانب السياسي وعن حتى الدوله. طيب لو انتقل ايضا معنا الاستاذه الدكتوره حنان شلوف الناشطه السياسيه. مرحبا دكتوره حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. حديثنا دكتوره عن الوحده الوطنيه وبين السياسه والمطامع الدوليه، هل في نظرك ان هناك مشاريع او مشروع لتقسيم ليبيا وتستغله بعض الأطراف الدولية وخاصة ما نراه ونشاهده من العبث الذي يحدث في هيئة صياغة الدستور، فهل نحن قادمون على تقسيم حقيقي أم هي مجرد ورقة يلوح بها لأجل مكاسب ومغانم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية أخي عندما نتحدث عن مسألة لا قدر الله تقسيم أو انفصال لبعض أجزاء من ليبيا أو أقاليم، نحن نتحدث في غضون سنة أو سنتين، ولكن نتحدث في ما بين من 7 سنوات إلى 10 سنوات، ولكن يتم درع البوادر لهذا الانفصال والحركة في التغيير قد تكون وبالتالي قد تختزل هذه السنوات بسرعة أكبر. ما تلاحظه في ليبيا ان عوامل الاتحاد اكبر من عوامل الانفصال، ولكن الاستفزاز التي تتم اليوم بالاضافه الى الاحصاد والضرائب التي يتم الابتعاد تسرع من الوثيق في تمكين هذا في الليمفيز. على سبيل المثال ما يقوم به قطر في عمليه الكرامه الان في المنطقه الشرقيه هو هدم للنسيج الاجتماعي، وهذا ما لم يلتفت اليه البعض، فالبعض يظن ان المساله هي فقط مساله ثوره وثوار ومجرد القضاء على ثوره، هذه بالاهداف المقصده، ولكن في الاهداف البعيده هي هدم للنسيج الاجتماعي بالكيف اجل فقط ما يعرف بالمنطقه الغربيه او غراب المتواجدين في المنطقه الشرقيه الى المنطقه الغربيه، المنطقه الشرقيه منطقة خاصة أو شبه خاصة حتى عندما يتم إجراء استفتاء أو شيء على هذا الأساس الأمر سهل في تقرير مصير المنطقة الشرقية، ولعل هذا ما يسمى أيضا في جنوب روك السودان الذي اتبع عدة خطوات حتى وصل إلى هذه الخطوة، يعني الأمر في فجأة. يا دكتورة ما لا أدري إذا كان الصوت واضح عندك. هناك مشكلة قليلة في الصوت، لكن لو أنا فهمت منك الآن أن عملية الكرامة أحدثت شرخا كبيرا في النسيج الاجتماعي، وأن هذا النسيج الاجتماعي يهيأ لوضع إذا ما كان هناك استفتاء في المستقبل فيكون نتيجته الدعوة إلى التقسيم، هكذا تريد أن تقولي؟ نعم نعم. وما يتحدث به الأمر دكتورة طيب لو فقط لو تنتبه للتغطية، هذا الحراك أو هذه العملية التي أدت إلى هذا الشرخ الاجتماعي، هل يواكبها أيضا من قبل السياسيين في مجلس طبرق أو كذلك في الهيئة صياغة الستين يتناغمون مع هذه العملية في مزيد من الشرخ؟ للأسف الشديد من يتماهى معهم في مزيد من الشرق هو الاتفاق السياسي الذي كان مفترض به أن يوحد ليبيا، فإذا به يزيدها شرق. نحن نلاحظ الآن أن المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية سواء كان من التحالف أو من العداد أو من المشكلات طيب ذهبوا في اتجاه الاتفاق، عندما ترجع الأعضاء الشرقية نجد ضد هذا الاتصال وضد حتى طيب دكتورة لعل نعيد حتى الاتصال بك مجددا لعل عذرا دكتورة عبد الحميد اطلنا عليك، لكن لو التقط منها اخر ما قالت قضية ان الاتفاق السياسي نفسه وهو اتفاق الصخيرات
ايضا هو من العوامل المساعده على هذا التقسيم. ربما الواحد يتبادر ذهن ان التوظيف الاتفاق السياسي مش الاتفاق السياسي نفسه. الاتفاق السياسي نفسه هو اللي يتم توظيفه الان لدعم التقسيم ودعم الانفصال. الان ان يعني لما تنظر الاجراءات اللي تمت في من ناحيه نظريه توزيع الصلاحيات والاختصاصات في الاتفاق السياسي هو مبني على اساس دوله مركزيه. يعني دوله مركزيه كما كانت في السابق عندنا حكومه مجلس رئاسه وحكومه وطنيه واحده موحده. لا يتبنى النظام الفيدرالي. لا يتبنى النظام الفيدرالي. نعم. لكن توظيفها الان واستغلالها الان من قبل النشطاء السياسيين ومن قبل العناصر الفاعله في مجلس النواب كله بهدف وصول الدوله الى ازمه. يعني لو قدر الاتفاق السياسي ان ينجح كما هو مصمم له انا اتصور انه سيتم تدويب اي نزاعات انفصاليه او فيدرالية. لكن طبعا القضايا هذه متروكه الى الدستور فيما بعد، يعني هناك امكانيه ان بعدين هناك أيضاً يتم استفتاء. طبعا قضيه الدستور هذيك ايضا يتم توظيفها من قبل عناصر فيدراليه بنفس الطريقه اللي تم السيطره على صياغه الدستور من قبل الفيدراليين، وليس حتى اي فيدراليين بل المغالين والمتطرفين من الفيدراليين. و الآن حتى يناقشوا حتى اللائحة الداخلية وتغيير النصاب وتعديل لتمرير هذه يعني طبعا هذه كلها أنواع من البلطجة، كلها سلوكيات انقلابية وليست سلوكيات ديمقراطية. يعني أنت تحكم كما يترأى لك، يعني كل يوم تطبق لائحة داخلية وكل يوم تفهم اللائحة الداخلية بطريقة وكل يوم تتخذ قرار بطريقة ما تلتزمش بالقواعد الديمقراطية المتفق عليها. نعم. ما تلتزمش باللائحة الداخلية للجنة 60 كما هو الآن لا يتم الالتزام باللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني ولا يتم الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس النواب. يعني لهذا السبب قلت أنه يتم توظيف الاتفاق السياسي وسيتم توظيف الدستور في اتجاه معين نتيجة للفراغ اللي المتاح نتيجه الفراغ في القوه في النشاط السياسي. يعني انت الان يعني تجاوزت قصه الاتفاق السياسي وبنوده والخلاف حوله الى نقطه اخرى وهي قضيه الممارسه والتطبيق وتطبيق هذا النوع وتطبيق. خلينا نوضح لك. نعم. تطبيقه لا ينسجم بالضروره مع الاتفاق السياسي. نعم. يعني تطبيقه في برؤيه معينه بطريقه انتقائيه. نعم. ناخذ مواد ونسيب مواد ثانيه. بس هذا دكتور يرجع ايضا لعدم وضوح الاتفاق السياسي. صحيح. بالضبط. يمكن كثير من التغيرات. فبالتالي الاقوى هو الذي يفرض ارادته في فهمه على بالضبط. ربما هذا مقصود زي ما قلنا بكري. نعم. يعني باتت الأمم المتحدة أو الأطراف الدولية. نعم. لا تسعى بالضرورة إلى حل المشكلة الليبية إلى حل الأزمة الليبية لأن يعني مش مهمتها. صحيح. هي مهمتهم تحقيق وضمان مصالح الدول الكبرى. صحيح. تحقيق مصالح الشركات الكبرى مش مهمتهم إيجاد حل الأزمة الليبية. نعم. طيب. وبالتالي زي ما قلت هم يخلوا الاتفاق مليان بالثغرات وبالفخاخ. نعم. اللي ممكن تفسد طيب التطبيق. طيب لو انتقل فقط الى ضيفي موسى التيوساي. استاذ موسى في دقيقه من فضلك، يعني القضيه الان في الجنوب وانتم ترون هذا الصراع القائم وهناك ايضا مشاكل في الجنوب، هل هناك دور للمؤسسات المجتمع المدني في يعني دعم الوحده الوطنيه و يعني مبادرات ممكن ان تكون وسيطه بين هذه الاطراف سواء في هيئه صياغه الدستور او في مجلس طبرق او في المؤتمر الوطني؟ نعم، كان يعني مؤسسه المجتمع المدني في المنطقه الجنوبيه دور كبير في هناك، يعني فيما سبق هناك مبادره فزان وان
كان لدينا عده ملاحظات على مبادرتها، وهناك ايضا عده مبادرات سواء كانت من اعيان المنطقه ومن جهات يعني اخرى في المدينه في الجنوب الليبي، وايضا هناك يعني ما حدث في منطقه باري من صلح ويعني تم اتفاقيه الدوحه بشكل سلس. وهذه الحقيقه يعني من هذا المنبر ادعو كل الليبيين الى يعني حدوا طريق باري في انجاح عمليه السلام في المنطقه. و يعني الان المنطقه في الجنوب الليبي وفي باري تعيش حاله من هدوء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل يعني هذه الجهود الطيبه وبفضل يعني اعلاء كلمه الحوار وكلمه العقل و يعني تحكيمه في الامور الخلافيه. وايضا يعني اشير بدور يعني الجهات الامنيه وايضا السياسيه في فرض هذا الدور الكبير وهذا الجهد الذي قدموه في يعني تجنب العاصمه يعني انحرب وشدات. طيب نشكرك نشكرك استاذ موسى على هذه المشاركه. ايها الاخوه المشاهدون، نخرج الى هذا الفاصل القصير ثم نعود اليكم. قال لي نحن مع الجيش ومع حفتر، واللي مش عاجبه يرضى. انا شخصيا دافعت على فكرة الجيش مثبتة في وثائق لدى هذه الجهات. ليس الدفاع فقط عن الجيش الذي يتبع البرلمان، وإنما الدفاع عن قياداته ودورها المهم في ذلك. السيد العقيد مهندس المهدي إبراهيم عبد الحميد البرغتي له دور في انتفاضة 17 فبراير وانتفاضة 15 أكتوبر، وإن شاء الله كل الحوش قاعدين فيه والله على رؤوسكم الله. السيد فايز سراج أتى إلى قمة البرلمان وتكلم بوضوح وأشاد بانتفاضة 15 أكتوبر. هذا هو السيد فايز سراج وهذه هي الحكومة التي أنا أؤيدها. هل للجنرال حفتر مكان له في هذا الجيش الليبي؟ هو جزء من الواقع السياسي وذلك يشمل الجنرال حفتر أيضا. أنتم ينظرون إليكم كميليشيات مسلحة، أقسم بالله بعض من ستحموهم أو يطلب منكم حمايتهم أول من سينقض عليكم. حكومة بإمكانها أن تسلح الجيش، حكومة بإمكانها أن تحصل على التدريب والدعم الدوليين الضروري للقضاء على قوى الإرهاب التي تسيطر على طرابلس. أنتم إرهابيون، لما حفتر أعلن حرب الإرهاب من حارب؟ حارب رموز وثوار 17 فبراير، لا يريدكم غير مرغوب فيكم. أنا نقول لهم أفطروا ثورة 17 فبراير وأفطروا الخلايا النائمة اللي عندكم، سواء في أي منطقة مكة الغربية يفطروا لهم، راهم هم أمرين نفس ما درونا نحن، لكن نحن الحمد لله عرفناهم. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. دكتور، لو نعود إلى نفس النقطة وهي قضية الآن الاتفاق السياسي وتجيره لمصلحة طرف معين، ما يجري الآن في مجلس طبرق وهو قضية أن المطالبة بأن يكون لهم الأحقية في تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق فيه، في هل يصب في هذا الاتجاه وهو توظيف الاتفاق السياسي؟ وطبعا بالضبط، وهذه طريقة أو أسلوب من أساليب لتوظيف الاتفاق السياسي لتحقيق غايات معينة، أهداف لا تمثل أهداف وطنية، لا تمثل الوحدة الوطنية، لا تتعلق بمصير ليبيا بل تتعلق بمصير فئة معينة. يعني ابتداء نحن طبعا كنا عارفين أن مثلا شرعية مجلس النواب في البداية انتهت المدة متاعها وبعدين مدد لنفسه، وعندنا حكم المحكمة من ناحية ثانية، والبعض وعندنا تمديده ينتهي يوم 20/4. هذه آراء، في اللي يقول لك هو ينتهي يوم 20/4، وفي اللي يقول لك هو مدد لنفسه إلى حين قيام إلى حين التسليم لمؤسسة تشريعية منتخبة، وفي اللي يقول لك أن هو ما يعني ما ليش الحق يمدد لنفسه إلا من خلال استفتاء. وفيه اللي يقول لك هو اصلا قراراته كلها باطله بحكم المحكمه. نعم لا شك، ولكن لو تجاوزناها هذه وقلنا انه هو الان يريد تعديل الاعلان الدستوري،
هو يريد أن يأخذ هذه الشرعية من الاتفاق السياسي، ثم وهو نفسه يعدل لنفسه. بالضبط. يعني هو الآن بيحاول، أنا حسب متصور أن هو يحاول أن هم يأخذوا جلسة لاعتماد الإعلان الدستوري. نعم. لتعديل دستوري. نعم. هذه إذا كان قدر عليها، لأنه حيكون في اختلاف على المادة 8، وهم مصرين على إدخال تعديلات عليه اتفاق سياسي قبل ما يضمنوه في الإعلان الدستوري. طيب. احتمال أنه ما يوصلوش لهذا، لكن الهاجس انتع كل واحد منهم أنه يمدل لنفسه وأنه يبقى عضو مجلس النواب وعنده مرتب وعنده مكافآت، حيخليه يصبر ويتنازل ويعتمد التعديل الدستوري. طيب، يعتمد الآن، اعتمد التعديل الدستوري، هل مقصود بهذا هو سحب البساط من طرابلس في قضية بعد دخول مجلس السراج إليها، ثم بعد ذلك يريدون منه أن يأخذ هذا الاعتماد من طبرق، ويكون هناك أشياء أخرى لعلها تغيير المجلس نفسه بأشخاص آخرين أكثر توافق مع توجه مجلس طبرق؟ هو صحيح كلامك أنه فيه من ناحية نظرية ومن ناحية عملية. من ناحية نظرية أنهم هم فعلا اعتماد الإعلان الدستوري باش بعدين يعتمد الحكومة، باش بعدين يكونوا يمارسوا دورهم كجسم تشريعي. نعم. سلطة تشريعية وحيدة. هذه بعد الاعتماد، هم تو يبوا روحهم من تو سلطة تشريعية وحيدة. نعم. هم أنكروا مثلا على المؤتمر الوطني، وأنكروا على المجموعة اللي شكلوا مجلس رئاسة، قالوا لهم مش من حقكم، ليش؟ لأن مجلس النواب سلطة تشريعية. وهذه مغالطة. مجلس النواب ما يوليش سلطة تشريعية إلا بعد اعتماد الإعلان الدستوري. نعم. بعد أن يتحول الاتفاق السياسي إلى وثيقة دستورية. وهذا هو المقصود الآن. تعميق الشرح الانقسام السياسي لبعد هذا، لعل يعرض ايضا البلد الى التقسيم والى نكمل فكرتك انت. احنا انت بديت من ان هو الاعتماد على يعني التعديل الدستوري، تعديل الاعلان الدستوري، تضمين الاتفاق. نعم. في الاعلان الدستوري. في العناصر المتشدده في البرلمان وفي المنطقه الشرقيه كلها، الهاجس نتاعهم مش أن تشتغل مؤسسات الوفاق أو الحل السياسي. الهاجس متاعهم هو سحب الحكومة من المنطقة الغربية للمنطقة الشرقية. هذه واحدة، امتصاص الصدمة اللي صارت لهم من دخول الحكومة لطرابلس. يبوا يجيبوا الحكومة ويجيبوا الشرعية، بتجي معها الشرعية لأن الحكومة والمجلس الرئاسي هو المعترف به دولياً. ولما بيجيبوا الحكومة ويجيبوا الشرعية، معناها يجيبوا إمكانية تسليح الجيش اللي هو من وجهة نظرهم وطريقتهم الخاصة. بعدين الخطوة الثانية إمكانية طبعا تدمير طرابلس وتدمير مصراتة وتدمير المدن اللي محسوبة على الثورة. طبعا هذا الهدف المعلن عند الجميع، في حتى فيديوهات منشورة لكثير من الشخصيات، أن الهدف متاعهم هو هذا، أن هم يجيبوا مجلس الرئاسة ويجيبوا الشرعية ويجيبوا الحكومة عندهم، والحكومة هادية تفتح المجال لدعم الجيش. نعم. والجيش سيكمل عملية مكافحة الإرهاب حسب وجهة نظرهم. معناها تحطيم المدن اللي شاركت في 17 فبراير. طيب، هذا السيناريو اللي هم ماشيين. صحيح، وهذا ما يصرح فيه بعضهم أصلا. لكن دكتورة حنان، ما تستمعين إلينا؟ نعم. دكتورة حنان، الآن لو في قضية التقسيم، نريد أن نركز على هذه المسألة من حيث توظيف مثل هذا الخلاف السياسي وبعض الدعوات التي تصرح الحقيقة. الآن الطيب الصافي قد استقبل استقبال الأبطال في طبرق، وكأن الوضع يتجه الآن، كأن الشرق يرمي نفسه في أحضان أزلام القذافي. وبالتالي الآن فكرة دخول مجلس السراج هنا في طرابلس يعني أربك هذا المخطط وجعله في زاوية الدفاع عن النفس. أعتقد أخي الفاضل أن الاتفاق السياسي، أنا لم أتحدث عن المجلس الرئاسي، لأن المجلس الرئاسي هو أداة في حقيقة الأمر في داخل الاتفاق السياسي. حركة المجلس وحركة الحكومة، صلاحيات المجلس وصلاحيات الحكومة هي جزء من الاتفاق السياسي. المشكلة الكبير كله في بنود الاتفاق السياسي التي تم القفز عليها وحرق مراحلها
بالاتجاه إلى شخصيات المجلس الرئاسي التي هي من الأساس قد لا تكون شخصيات جدلية، وتم توظيف الأمر في الصورة الذهنية إلى تحويلها إلى شخصيات جدلية حتى لا نلتفت إلى ما في الاتفاق من إشكاليات كبرى. في حقيقة الأمر الاتفاق هو من يؤسس لعودة النظام السابق في بنوده، عودة البناء المؤسسات النظام السابق كاملة، عودة عماد الدولة في رجلاتها في النظام السابق كاملة، دون حتى أن يكون هناك سقف في إطار المصالحة الوطنية أو في أي إطار ممكن أن يكون أو يؤسس لتفاهم الدولة فيما بينها وبين بعضها، وهو ما هو كفيل بخلق نموذج الثأري للنظام السابق اتجاه دكتورة حنان، الآن الآن المشهد كالآتي: هو هناك عملية عسكرية تسمى عملية الكرامة لا زالت قائمة، بينما عملية فجر ليبيا توقفت وأزهدت من داخلها وتفرق الصف فيها في طرابلس نفسها، وفي الطرف الآخر نرى تهديدات وتصريحات بالانفصال وبتدمير مدن والانتقام من ثورة فبراير، وكلام قوي يعني واضح جدا. فالآن هل مازال هناك مجال للكلام في الاتفاق السياسي وقضية مجلس سراج، ولا الآن يعود إلى التخندق خلف ثورة فبراير فقط؟ يعني هو التخندق لا بد منا حول وحدة ليبيا، هذه بالدرجة الأولى، لأن ما يتهدد الآن هي مسألة الوحدة والسيادة الليبية والهوية الليبية. الإشكال الأكبر نعيش بلا هوية، ألا نكون فبراير ولا نظام السابق ولا فجر ولا كرامة ولا نكون ليبيين، وهذا ما يتم استهدافنا به، هي حرب معنوية قبل أن تكون حرب رصاص أو حرب مدافع. المشكلة أنها موجهة نحو الهوية. عندما نتحدث عن مسألة التهديدات والانفصال والتهديدات بحرق المدن وكل تلك الأمور، أنا سبق وتكلمت لحضرتك أن هي المسألة تأتي تدريجيا، هذه التهديدات ستأخذ حيزها من التنفيذ ليس فورا، ولكن ستعتمد عليها شهور وتتشبع بها الأجيال وتنصل إلى مرحلة الانفصال لا قدر الله. المسألة الكبرى في تدمير الهوية الليبية في هذا الأساس، إذن علينا التخندق حول السيادة وحول الهوية الليبية. طيب دكتور، أنت الآن تتكلمين عن الهوية الليبية باعتبارها العربية الليبية أو المقصود بها الإسلام؟ يعني أنا عندما أتحدث عن الهوية الليبية هناك ما يميزنا كشعب ليبي، شعب ليبي بغض النظر إن كأقليم في ليبي. طيب، عرب وأمازيغ وتوارق وسبو، أنا لا أتحدث عن هذا الأمر، ولكني أتحدث عن خصوصية الشعب الليبي في منحاه كمنحى متعايش وفي هويته الإسلامية كمنحى إسلامي. نحن جزء من العالم الإسلامي وجزء من العالم، ولكن لنا خصوصيتنا ولنا هويتنا التي يجب أن نتخندق حولها. هناك الكثير من الأشياء التي نتعايش بها نحن كليبيين فقط، لا يستطيع أحد آخر أن يتعايش بها معنا. ما يتم الآن من عملية الكرامة، ما يتم الآن من الدول الغربية محاولات التفكيك، سواء كان لتفكيك فجر ليبيا أو تفكيك القوى السياسية أو قوى الثورة أو قوى الوطن بالكامل، هي في حقيقة الأمر تدمير للهوية بالدرجة الأولى. طيب واضح دكتورة. أريد الكرة أنه السبب في الاتفاق السياسي، من يراجع بنود الاتفاق السياسي بندا سيلاحظ إلى أي مدى هي تدمير للهوية. من أجل ماذا؟ من أجل مصالح ومكاسب شخصية ضيقة لبعض الفئات السياسية وبعض فئات رجال الأعمال للأسف، وهم أول من سيتضرر بهذا الأمر بعد أن يكون دمرنا فيما يعرف بأكلت يوم أكل ثور الأبيض. نشكرك يا دكتورة حنان شلوف، كنت معنا في هذه المداخلة، واستقبل أيضا معنا الأستاذ إدريس دريمك، إعلامي من مدينة إجدابية. مرحبا بك أستاذ إدريس. أهلا وسهلا بك. أستاذ إدريس، الآن الطرح الفيدرالي كما نعرف أنه هو يعني كدعوة إلى نظام إداري، وهذا ليس مجال للنقاش فيه وليس موضع تشكيك، ولكن عندما يكون الدعوة للفيدرالية
فيها نوع من الكراهية، نوع من الخطاب اللي هو متشدد، فنتيجته تدعو إلى مخاوف التقسيم وليس مجرد فقط نظام إداري. والله يا أخي نحن لسنا ضد الفيدرالية كفكرة وكإدارة ولنيل الحقوق كما يدعي البعض، ولكن أن تكون الفيدرالية شماعة والحقوق شماعة لتقسيم ليبيا وتجزيتها فهذا ما لا نوافق عليه ولا نوافق عليه الليبيين البسطاء. نحن كمسلمون عوام نتبع ما قال الله وقال الرسول، ليست لنا علاقة بالصراعات والأيديولوجيات والأفكار سواء في الغرب أو في الشرق. نريد ليبيا واحدة موحدة، نريد أن تنال كل المناطق حقوقها كاملة، نريد أن نبتعد عن المركزية. ولكن إذا تشدق البعض ويتحدث باسم مثلا برقة ومجموعة تتحدث باسم أقليم طرابلس، من ولاهم ومن أعطاهم الصلاحيات بأن يتحدثوا باسمنا؟ نحن كشعب بسيط لا نريد إلا ليبيا واحدة موحدة. فما نرجوه من الساسة في الغرب وفي الشرق أو من يتصدرون المشهد الآن أو المعنيين في الأجسام المختلفة في الشرق والغرب أن يتقوا الله في ليبيا وأن لا يلوحوا بهذه الأفكار المذمومة، يهددوا بالتقسيم ويهددوا بالانفصال ويهددوا بهالحركات. نحن كليبيين أو كشعوب كبشر بسطاء نعيش في مناطقنا، لا نريد هذا الكلام ولم نخول أحد أن يتحدث باسمنا. فمن يتحدث باسم برقة أو بالفيدرالية حتى يطلع ويفضي ويقول ما معاي فلان وفلان يحددهم بالاسم. أما أن يتصدق هكذا ويقول نحن أقليم برقة، نحن من سكان برقة ومن أهل برقة وأصولنا من برقة ولن نسمح لأحد بأن يتسلط أو يأكل حقوق برقة، ولكن برضو برقة ليست غول نخوف بها الآخرون أو نهدد بها أمن ليبيا ووحدة ليبيا. فكل من يظهرون الآن على الشاشات وأيضا الوسائل الإعلامية بالشرق والغرب عليهم أن يتقوا الله في ليبيا وفي وحدتها وفي أهلها وفي دماء الشهداء الطاهرة التي ضحت من أجل إزالة حكم ظالم وإزالة ظلم عام على ليبيا وإنهاء المؤامرات. فعلينا جميعا أن نتق الله وأن نكون كلمة واحدة هي ليبيا. أما من يتحدثون باسم برقة أو باسم أقليم طرابلس أو أقليم فزان، من خولكم لتتحدثوا باسمنا؟ فقولوا لنا. شكرا. أما أننا لا نخسر كرسية في منصب في الشرق في برلمان أو في حكومة أو في الغرب ينوضي علشان هو يرد الكرسي بتاعه أو يحصل منصب أو كعكة يهدد ويطلب التقسيم ويطلب منيه، نحن سنقف لا ضدهم وسنكون سد منيع سواء في مدينة جدابي وأهل الشرفاء الطيبون الذين لن يرضوا بالتقسيم سواء في كافة مناطق ليبيا التي لن ترضى بالتقسيم ولم تخول هؤلاء ليتحدثوا باسمها. نشكرك أستاذ دريس دريمك على ما تفضلت به الآن، هذا خطاب واضح وهو حقيقة ما نشاهده الآن سواء عبر التواصل الاجتماعي أو في الشارع هنا في طرابلس، هو خطاب لعامة الناس البسطاء الذين لا يملكون أي نوع من الأيديولوجيا الخاصة بهم في التقسيم. فإذا العملية الوحدة ليبيا هذا مزاج عام للشعب الليبي. صحيح فعلا، هو الاتجاه العام والمزاج العام وال الثقافة السائدة هي ثقافة مشتركة، يعني هي الشعب الليبي متداخل إلى حد كبير اجتماعيا وثقافيا كما أشرنا بدري، حتى تعداد السكان يعني في المنطقة الشرقية طبعا معروف أن من 62 إلى 65% من سكان المنطقة الشرقية هم من أصولهم المنطقة الغربية خاصة في البنغازي ودرنا الخطاب العام. لكن الخطاب الرسمي والخطاب النخبوي والخطاب المافيات ومراكز القوى اللي يشتغلوا على التقسيم الآن الآن يشتغلوا من خلال الإعلام ومن خلال المؤسسات السياسية. تكمل الحديث المبدري يعني من خلال مجلس النواب الآن يحاولوا يرجع العملية السياسية لهذا المسار اللي هو المسار التأزيم ومسار الانفصال ومسار التقسيم. لما يبدو مثلا بقضية أن الاعتماد الإعلام الدستوري ممكن ما يصيرش منها، اعتماد الحكومة ممكن تأخذ وقت طويل وممكن ما يصيرش منها، معناها حيتم ابتزاز مثلا مجلس الرئاسي وحيتم التفاوض على كل وزير على كل وكيل وزارة بنرجعوا للمحاصصة القبلية. في الأخير بكرة يتم زي ما قلنا بكري
يعني تدجين الحكومة أو استرجاعها وتدجينها تحت القبيلة وتحت المشروع اللي وهذا حتكون فيه ردة فعل حتى استفزاز من الطرف الآخر. هذا المقصود. ولو مقصود كان هناك انشقاق الآن حاصل، ولكن هذا حيدعوهم إلى التوحد. هذا المقصود. المقصود أنه هو ردة الفعل اللي ما صارش منها بدخول الحكومة لطرابلس يبوها تصير مرة تانية من خلال القرارات اللي حيديرها مجلس النواب. لما تصير قرارات شائكة وقرارات غير مقبولة حتصير ردة فعل من المنطقة الغربية ومن الجنوبية، وبالتالي بالضبط هذا ماشيين في اتجاه التقسيم، في اتجاه التقسيم عمليا. بالتالي الحكومة لن تجد إلا مثلا الغرب بترتمي في الشرق، بترتمي في أحضان مجلس النواب، بترتمي في أحضان القبائل المنطقة الشرقية، وبالتالي يمشوا في الأجندة اللي مبكر حققناها أنهم هم بيحاولوا يدخلوا المناطق الغربية والشرقية بالقوة، ما يبوش يدخلوها زي ما دخلها المجلس الرئاسي بيتفاهموا مع مجموعات مسلحة ومع القبائل ومع يعني منظمات مجتمع مدني ومع أيضا المؤسسات الرسمية. هم ما يبوش الكلام هذا، يبوا يدخلوها بطريقة عنيفة باش يسمح لهم من خلالها تصفية الخصوم السياسيين، تصفية الخصوم السياسيين بالضبط لكي تكون نوع من الثورة المضادة بطريقة عنيفة وبطريقة دموية. إذن المقصود ما هواش تطبيق الاتفاق السياسي، ما هواش تفعيل بنود الاتفاق السياسي، المطلوب إجهاض الاتفاق السياسي والعودة إلى طريقة الحل العسكري واستعمال اليد. إذن دكتور الآن في هذه الحالة ربما كان هناك استعجال من بعض الحقيقة في استقبال مجلس السراج والدخول لطرابلس أصلا. لا بالعكس، خلينا نوضح حركة النقطة هذا، نعطيك رأيي أنت. نعم. طبعا عندك رأي واضح. نعم. رأيي يعني أن من مدة طويلة طرحنا أن مجلس المؤتمر الوطني هو اللي يحتضن حكومة السراج. نعم. المجلس الوطني هو يقول لهم تعالوا أنتم درتوا اتفاق سياسي زي ما قال فضيلة المفتي بالضبط، أنا عندي مجموعة نقاط. نعم. أنا نبي نضمن النقاط. طيب المفتي بشين قالهم؟ قالهم نحن مش ضد مش ضد التوافق، مش ضد أن يكون في حكومة واحدة وطنية، لكن نبي النقطة 1 2 3 4 تكون موجودة في الاتفاق. هذا الاتفاق التعديل لا يملكه مجلس. هذا ممكن، هذه قضايا عملية. هذه المفتي كتر خيره أنه ينبه لهال ويعطينا الرأي الشرعي. لكن الجانب السياسي هذا هم اللي يتكتكوا ويضمنوا يلقونا طريقة عملية. طيب لنرى هذا التضمين على دكتور، لو كان في الإمكان لازال هناك فسحة من الوقت، وانتهى وقت البرنامج الحقيقة تجاوزنا. فعذرا، بارك الله فيك ونشكرك على هذه المشاركة الطيبة، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت جئتني في أهم نقطة.